وما زلنا ايضا مع الشان الصيني، حيث اظهرت بيانات صادره عن مصلحه الدوله الصينيه للاحصاء اليوم الجمعه ان اجمالي الناتج المحلي الصيني نما بنسبه 6.7% على اساس سنوي في النصف الاول من العام الجاري، ليصل الى 34.6 تريليون يوان، اي ما يعادل 5.8 تريليون دولار امريكي في النصف الاول من العام. شهد اقتصاد الصين نموا مستقرا على وجه العموم مع ظهور بعض التغيرات الإيجابية على المؤشرات الاقتصادية الأساسية. في النصف الأول من عام 2016 نمت الصناعة الأولى بنسبة 3.1% على أساس سنوي، في حين نمت الصناعة الثانية بنسبة 6.1%، ونمت الصناعة الثالثة بنسبة 7.5%، وحافظ الإنتاج الزراعي على اتجاه مستقر، وحققت الصناعة التحويلية انتعاشا قليلا، وشهد استثمار الأصول الثابتة زيادة نسبتها 9% على أساس سنوي، مسجلا بذلك تباطؤا في معدل النمو قدره 1.7 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. وفي الوقت نفسه شهد إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية نموا مستقرا مع زيادة بنسبة 10.3% في الأشهر الستة الأولى لهذا العام مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. حافظ اقتصاد الصين على نمو مستقر وسليم ومعتدل العام الجاري بفضل تعميق الإصلاح والإبداع والتأثيرات الإيجابية لسياسات الكلية، الأمر الذي يرسي أساسا متينا لتحقيق هدف التنمية الاقتصادية للعام الجاري. ولكن ما زال اقتصاد الصين يواجه ضغوطا مرهقة نحو الانكماش نظرا للظروف الاقتصادية المعقدة داخل البلاد وخارجها.